بورقيبة كان شخصية كاريزماتية وشخصية قادرة على النفاذ إلى البيوت. استغل شرعيته لتقدم بالبلاد وتقدم بقضية المرأة. ولهذا السبب بدأ أولى خطواته الإصلاحية من خلال إصدار مجلة الأحوال الشخصية. بورقيبة نجح في جعل مجلة الأحوال الشخصية الدستور الاجتماعي لتونس. أعظم عمل، أعظم إصلاح يشهد التاريخ وسوف يشهد التاريخ، وأن من أعظم الإنجازات قامت بها هذه الدولة وهذه الحكومة وهذا الشعب بعد الاستقلال، اللي نشوفوه ركن أساسي وشرط لا منص منه لتقدم المجتمع التونسي. مجلة الأحوال الشخصية هي صدرت في سنة 56 في 13 أوت، والاستقلال كان في 20 مارس 56، وصدرت مجلة الأحوال الشخصية قبل صدور الدستور، لأنه ما جاتش من فراغ، لأنه ما كانتش وليدة اللحظة وقتها، لأنه كان فما العديد من العمل في الحركة الإصلاحية في تونس. كانت مع أول حاجة طاهر الحداد وكتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع، اللي روح طاهر الحداد موجودة في مجلة الأحوال الشخصية. طاهر الحداد كانت تعويزه آنذاك قوة الدولة، وهذا ما استوعبه جيداً الحبيب بورقيبة عندما قرر وهو موجود في أعلى هرم هذه الدولة ومباشرة بعد الاستقلال ولديه هذا الزخم والشرعية الشعبية الكبيرة في تلك الفترة، قرر أن يستعمل قوة الدولة التي كان يفتقدها الطاهر الحداد من أجل أن يمرر مشروع مجلة الأحوال الشخصية، مشروع يمرره بمثابة الصدمة أو الصدمة فعلا، على أساس أنه كان يدرك بأن هذا المشروع صحيح أن العديد من التونسيين آنذاك سيرفضونه، لكنه كان متأكداً الحبيب بورقيبة ومن معه بأن هذا المشروع سيقع تبنيه فيما بعد لأجيال أخرى من التونسيين، أي من خلال أبناء وأحفاد هؤلاء التونسيين الذين رفضوا هذا الإصلاح في البداية. شنو الجانب الثوري اللي ظهر فيها؟ أول حاجة جت اللي تقر شوية المساواة بين المرأة والرجل، لكن بطريقة تدريجية، معناها مش مجلة 56، هي مجلة 93 مثلا. في 56 جات أول حاجة بمنع تعدد الزوجات، وهنا ما جاتش هكاكا وحدها الحكاية، لأنه زعيم الحبيب بورقيبة عندما أراد إرساء هذه المجلة اجتمع بشيوخ الإسلام والشيخ الزيتونة وقتها جامع الزيتونة، وقال لهم إجا ننظروا في جوهر الإسلام في القرآن، شنو يقول؟ في آية يقول ولن تعدلوا وإن حرصتم، فاعتبروا باللغة العربية بطبيعة الحال هي صحيحة، أن اللغة العربية لن هي تنفي، ولن تعدلوا عدم إمكانية العدل، فهناك منع ضمني لتعدد الزوجات إذا لم يكن هناك متوفر شرط العدل بين الأربع. نحن بعد 60 سنة في تونس ما زلنا البلد الوحيد الذي ألغى تعدد الزوجات وجرمه، ألغى الزواج على غير صيغ القانونية، يعني كل ما هو الزواج أصبح لابد أن يكون موثق، يعني حقوق الزوجة مضمونة وحقوق الأطفال أيضا ليس فقط حق الحاجة اللي نحن ننساها في بعض الأحيان، ننسى أنه ليس هناك وكالة في الزواج، ولاية في الزواج، يعني منذ 1956 المرأة التونسية عندما تبلغ عن سن الرشد تزوج نفسها.
مسألة المساواة مثلا الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية اللي هو يتقرأ في عقد القران في كل بالنسبة للزواج عنا، الفصل 23 فيه الواجبات المتبادلة بين زوج وزوجة، فيقول لا وصاية للزوج على أموال زوجته، ويقول أيضا إذا كان للمرأة مال يمكن لها أن تساعد في الإنفاق. معناها هذية شوية المساواة. مجلة الأحوال الشخصية فيها العديد من القوانين اللي حماية المرأة التونسية، لكن هي في حد ذاتها وضع قانون مكتوب كتابي ينظم العلاقات الأسرية في حد ذاته إنجاز، لأنه إلى يومنا هذا في العديد من الدول العربية والإسلامية ليس لها قانون أسرة. في نفس الوقت ما تضمنته المجلة من بنود هو في حد ذاته أكثر من ثورة. الحاجة الأخرى أنه في إمكانية الطلاق، وهذا يزاد لبرشة دول العربية مش متوفرة عندهم، لأنه عنا ثلاثة أنواع من الطلاق: الطلاق بالتراضي، والطلاق للضرر لكلا الزوجين، والطلاق الأنشاء. فعلاش من أي منطلق أقرينا ثلاثة أنواع هذوما في مجلة الأحوال الشخصية؟ بورقيبة في ذلك الوقت يقول أنه مع شيوخ الإسلام اللي تلموا في متاع الزيتونة، يقول أنه بما أنه الزواج في أصله هو عشرة بالمعروف، فلا يمكن إرغام أحد على معاشرة الآخر. في هذا المجال جت مسألة الطلاق، إذا كان ضرر طبيعة الحال يولي الطلاق هو الحل وهو أبغض الحلال، لكن بما أنه ربي أعطاه كحل إذا كان ما توفرتش عملية المعاشرة بالمعروف، الإنشاء لأنه إذا كان زاد المرأة وإلا الرجل في كلا الحالتين، إذا كان ما واحد منهم ما عادش يحب يعيش مع الآخر أكاهو، معناها يلزم كل واحد ينجم ياخذ الحرية متاعه، وفي نفس الوقت الآخر لابد أن يأخذ تعويضات على في هذا المجال. والطلاق أيضا شرع للزوجة، لأنه اليوم أنك الزوجة تقدم قضية في الطلاق ممكن في بعض الدول باش يقولوا ممكن، لكن ممكن بشروط وقيود وإلى غير ذلك. احنا اليوم في تونس يعني في ظل مجلة الأحوال الشخصية منذ سنة 56 بإمكان الزوجة بطلب منها أن تطلب الطلاق، حتى وليس لها أي مبرر لذلك. مجلة الأحوال الشخصية التي ضمنت المساواة التامة بين المرأة والرجل في مادة الطلاق، بورقيبة كلف لجنة آخر سبعينيات لضمان نقول كرامة المرأة بعد الطلاق، كيف نضمن أن المرأة تجد نفسها في الشارع بعد الطلاق، وكان هناك تنقيح القانون يعني أن للمرأة حق خاص بها بعد الطلاق اللي هو جراء العمري. إلى جانب قضايا أخرى لا تقل أهمية عن مؤسسة الزواج والطلاق، وهي مسألة الخطبة في تونس. حتى الخطبة هي مقيدة ومنظمة بنصوص قانونية. هنالك أيضا مواضيع هامة جدا بالمجلة، وهي مسألة النفقة، نفقة الزوجة، نفقة الأبناء، الحضانة. أعرف أنه في العديد من الدول العربية مسألة الحضانة لا يقع التطرق إليها بالشكل الذي تطرح به بتونس. في تونس يحتكم إلى مرشدة اجتماعية، إلى تقرير فني ينظر إلى مصلحة المحظون ولمن من الوالدين هو أصلح بحضانة الأبناء. سفروا أيضا الزوجة، سفروا الحاضنة بأبنائها المحظونين، إعطاء الجنسية الأم لأبنائها بعد الطلاق، كيفية الطلاق، التعويضات التي تسلم للزوجة بعد الطلاق، مسألة الجراية، عدم دفع الجراية في أجالها، ما يترتب عنها على مستوى الجزائي، ولكن أيضا حتى على مستوى الدولة، مسؤولية الدولة لتأمين نفقة الأبناء والزوجة المطلقة إذا ما عجز الزوج على مواصلة الإنفاق لأي سبب كان. نجم العديد من الدول العربية يتصوروا أنه مجلة الأحوال الشخصية هي مجلة مدنية بالأساس وخارجة عن الشريعة الإسلامية ولا علاقة لها بالدين الإسلامي. هي مجلة مدنية نعم، لكن روحها روح إسلامية، لأنها استمدت في مرحلة أولى من لائحة الشيخ جعيد من 49،
لأنه لائحة الشيخ رجعيت كانت مستمدة من المذهب المالكي فقط، بينما مجلة الأحوال الشخصية أخذت في العديد من جوانب نتاعها من اللائحة، لكن في نفس الوقت أخذت من عدة مذاهب. معناها احنا في تونس نقولوا الحاجة كيف تحب تاخذها بطريقة سلسة تاخذها على المذهب الحنفي، لأنه أكثر تسامح وأكثر تفتح. أزمة المجتمعات المعاصرة اليوم هي في أنها لم تحسم علاقتها بالماضي، هي غير متصالحة مع موروثها، لم تعد النظر فيه لتقف منه مسافة أو لتحدث قطيعة. القطيعة تحملنا إلى التجاوز وإلى النظر إلى الأمام، وإنما ظلت تتأرجح بين زمنين. لذلك نحن في هذا الانسداد التاريخي، لأننا لم نحسم في عديد المسائل، ونظرتنا إلى الزمن بقيت ارتدادية، دائما ننظر إلى الوراء وليس لنا استشراف للمستقبل. اجتهادنا والفكر متاعنا ورانا المصلحة، أي المصلحة في هذا نعملوه، لما أنا نعتقد أن الدين وجميع الأديان اتجعلت لمصلحة البشر، وبالخصوص الدين الإسلامي اللي نعتبره صالح لكل زمان ومكان، ما يمكنش يعارض أو يعطل أو يعاقل عمل فيه تقدم وفيه رفع مستوى وفيه مدنية. حدث في تلك الفترة من رفض لبعض فئات المجتمع التونسي لهذه المجلة هو ينبني على أساس أن هذه المجلة هي مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي، والذي غذى أكثر هذه الفكرة هو الموقف الرافض لبعض رجال الدين وبعض مشايخ الزيتونة، وكانوا قلة أنذاك لهذه المجلة، وعبروا عن هذا الرفض في كل مكان. وحتى عندما تم الإعلان عنها كان الإعلان مرفوقا برجال دين هم الشيخ جعيط وأيضا الطاهر بن عاشور والفاضل بن عاشور، وكان بروتوكوليا، وهذا لديه معنى بروتوكولي كبير، كان وراء الحبيب بورقيبة بالضبط هذا الشيخ الزيتوني وهو محمد القروي وراءه بالضبط، يعني يريد أن يؤكد بأن هذه المجلة هي من صميم الفكر التنويري الزيتوني وليست من خارج الفكر الزيتوني. ولا يمكن أن نفهم لماذا وجدت هذه المعارضة من بعض رجال الدين وخاصة بعض مشايخ الزيتونة إلا عندما نضعها في إطار آخر، وهو إطار صراع كان موجودا بين شيوخ زيتونة إن شئنا محافظين أو رجعيين وشيوخ زيتونة متنورين. لكن دولة الاستقلال آنذاك كانت لديها من الحكمة في والتبصر في طريقة محاولة تمرير هذه المجلة، ما جعل هذه الأصوات تخفت شيئا فشيئا وإن بقيت موقورة في ذاكرتها. الحبيب بورقيبة عندما قرر أن يفكر في إصدار هذه المجلة طلب من وزير العدل في تلك الفترة وهو أحمد المستيري أن يقوم بكل الإجراءات لإصدار هذه المجلة، وتم تعيين لجنة، وهذه اللجنة فيها ثلاثة، اثنان من القضاة وأحدهما أيضا قاضي، وهذا القاضي هو قاضي زيتوني أحد شيوخ الزيتونة، ولديه وقد اشتغل لأكثر من ربع قرن في مسائل الأحوال الشخصية. وطلب من هذه اللجنة أن تقوم بتحضير وتحبير هذه المجلة، مجلة الأحوال الشخصية. هي اللجنة في الأصل، وأستاذ أحمد المستيري يعني لما تشكلت هذه اللجنة اتفقوا على بعض الضوابط في تحرير هذه القوانين. من هذه الضوابط أنها لا تعارض الكتاب والسنة، لا تعارض القرآن والسنة، وأنها لا تحل حراما، وأنها يمكن أن تقيد أو تمنع مباحا،
وأن تتماشى مع تطور المجتمع التونسي بعد الاستقلال. وكان مثلا من جملة الأمور التي قيدوها قيدوا الطلاق بالعرض على القاضي، ولم يكن هذا قبل ذلك، لم يكن هذا معناته لم يكن يشترط في الطلاق أن يعرض على القاضي، هذا يدخل في تقييد مباح. وفيما يدخل في منع مباح منع تعدد الزوجات، وقال حتى أنه في ذلك المجلس الشيخ طاهر بن عاشور ويمكن أن تمنع لكن بشرط عدم إنكار حلها، يعني أنه أمر لا ننكر أنه أمر مباح شرعا، لكن الحاكم إذا رأى مصلحة في ذلك يمكن له أن يمنعها. تحريم منع تعدد الزوجات ماهوش كفر، بمعنى كان شيء حلال منعناه، ما كانش شيء ضروري منعناه، بمعنى أمر فرض مفروض على المسلم باش يتزوج ربعا، عنده الحق باش يتزوج، هالحق هذا حددناه. وهو كان يبرر ويفسر ويشرح الأسباب اللي خليته يتجاوز الرغبة إنشاء المجتمع نحو فرض قناعته أو فرض نصوص على المجتمع، فرض العديد من القواعد ولم تكن هي بطلب من الجمهور أو بطلب من الشعب التونسي. ولكن في نفس الوقت أيضا استند، كما قلت هو كان ذكي جدا، استند إلى شراح النصوص الدينية إنشاء وبعض الفقهاء حتى يقدموا التبريرات الضرورية لتلك الأحكام التي اتخذها، وأيضا استند إلى بعض المفكرين لمساعدتي على تمرير هذه القواعد. ما فيش قانون نعبوا عليه ونقولوه ونقدموه إلا هو يقول إيه، خاصة نجيب من ناحية الأحوال الشخصية، لقد تطورت المجال الأحوال الشخصية إلى درجة من المساواة، أصبحت مش أكثر من المساواة، لا المساواة العليا. إذن فهو كان دائما، أنا أقول لك التبني مثلا، قبل التبني كان مش موجود، مثل المرأة التونسية ولا رجل التونسي ما يجيش يتبنى، وصلنا إلى درجة أن حتى المرأة ولو متزوجة بأجنبي فهي تستطيع أن تبني. معناتها أهل بيت العلم الشرعي أكثر ما يعيبون هو مسألة التبني، لكن مسألة التبني هي ليست من صميم مجلة الأحوال الشخصية، وإنما هو قانون التبني صدر بعد مجلة الأحوال الشخصية، تسمى هذا قانون 1958، ليست من ضمن مجلة الأحوال الشخصية. ونحن المجلة اللي هو هذا ما يعرفوش، المجلة ما قالتش عندك كان تبني، قالت عليك الخيار ما بين الكفالة أو التبني أو أصرف على الولد هذايا اللقيط اللي موجود في دار بوغيبة. بعد ذلك في سنة 74 وتسعمائة وألف أراد بوغيبة أن يطور مجال التحويل الشخصية، أن يدخل بعض التحويرات عليها، فاستدعى وزير العدل محمد أستاذ محمد بلالونة واستشاره، وكان من ضمن ما عرض عليه مسألة المساواة في الميراث. قال له هذه فيها آية صريحة ولا يمكن بحال من الأحوال أن نقدم على أمر كهذا، فبوركيبة أخذها يعني أخذ الأمر بمسحة وقال يعني وزير العدل عندنا حنبلي، يعني أراد أنه أن يلمح إلى تشدده. ثم استدعى الشيخ محمد الحبيب بالخوجة وأراد أن ينتزع منه فتوى، لأنه هذا بيت بن الخوجة هم في الأصل حنفية، لكن الشيخ محمد الحبيب الخوجة هو مالكي، فبرقيبة كان عنده تلك الفكرة أن الحنفية يتساهلون معته في بعض الأمور في بعض المسائل، فأراد أن ينتزع منه فتوى بخصوص المساواة في الميراث، فالشيخ محمد الحبيب الخوجة قال له أنه لا مجال إلى ذلك وهذا أمر قطعي ووردت فيه آيات قطعية. فبرقيبة وقتها يعني اقتنع ورجع عن ذلك الأمر، لأنه بورقيبة مثلا عندما طلب مراجعة المواريث أمكن له تغيير جزئية بالاتفاق مع العلماء آنذاك، وهي أن التعصيب ما يقال حق التعصيب، بمعنى الفتاة كانت لا تستطيع أن ترث كل تركة والدها إذا كانت منفردة بدون أخ
وإنما من حق الذكور أن يشاركوها في هذا. إذن في العمل بقانون التعصيب، إذن باستطاعة الفتاة أن تتجاوز هيمنة الأسرة على ممتلكات الأب، وإن شئنا الاستفراد بهذه الثروة على حساب البنت الشرعية. الهيبة معناتها قانون الهيبة هو يسمح أنت تقسم أملاكك بكل اعتدام بين الولد والبنت. ما إذا بوغيبة ما نجمش يتصدى للرجال الإسلام اللي هم موجودين في تونس، فقال في قائم حياتك أنتم تنجموا تقسموا الأملاك نصف نصف ما بين. إذن تقدم مجال الأحوال الشخصية كانت بنفس السرعة موجود بوغيبة أو غير بوغيبة. بالنسبة للميراث قائد السبسي حاول ذلك، لكن يظهر لي كان سابق شوية لأوانه. الشعب التونسي مازال مش فاهم كيف هذه معناتها الميراث. عندنا المشروع الأول هو مبادرة من رئيس الجمهورية، وهو التسوية في الميراث بين الذكر والأنثى، لأن لابد ما فاتكمش أن حسب النص الدستوري يعني تونس دولة مدنية تقوم على ثلاثة عناصر. العنصر الأول هو المواطنة، يعني ثانيا هو إرادة الشعب مش إرادة أخرى، وثالثا علوية القانون، والقانون الأعلى هو الدستور. ولهذا تطبيقا للدستور فأننا قمنا بهذه المبادرة، ثم أن الفصل 21 من الدستور يفرض علينا الأحكام الآمرة الآتية، هو كون المساواة بين الرجل والمرأة. فأنا أرى أن قانون الميراث مازال سابق إلى سيأتي يوم، أنا موجودة وغير موجودة، سيأتي يوم أن هذا القانون سيقع المصادقة عليه من طرف مجلس النواب. صدقنا على اتفاقية السداو، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. قايد السبسي السداو الكونفنسيون بتاع السداو واتفاقية سواد السداو ونحى الفقرة هذه وقال الزواج التونسية بغير المسلم فهو مسموح. إذن أصبحت بلديات كلها من الساحل من الجنوب إلى تونس يقبلوا الزواج التونسية بغير المسلم. مشاريع حياة ومشاريع أجيال ربما قد تتغير الظروف، يتغير السياق التاريخي السياسي، تظهر إرادة سياسية تواكب مطالب النساء، لا ندري، هذا في علم الغيب في الحقيقة. بالنسبة لي لا مجال للتراجع، هذا اتفقنا فيه، ولكن لا مجال أيضا للركود. ستتطور الحقوق، ربما تأخذ أكثر وقت، لأنه اليوم ربما على المستوى السياسي ليس هناك الجرأة اللازمة على السلطة السياسية، لكن المجتمع المدني قوي في تونس والنساء في تونس والرجال المقتنعين بالمساواة سيواصلون المعركة للآخر من أجل دولة مدنية ومن أجل المساواة التامة بين كل المواطنين والمواطنات بدون اعتبار لأي نوع من أنواع التمييز بما ذلك بين المرأة والرجل.